يسعد لي كل اوقاتكم من مطبخ لولو. اليوم رح نعمل مع بعض معمول المد بالتمر. يعني هاي الوصفة روعة، العجينة بتعقد وطعمة التمر بقلبها غير شكل. هيدا المعمول بيعملوه عنا بلبنان. هيدي الوصفة طلبتها مني متابعة عندي عزيزة قلبي اسمها ابتهاج، وهي عملت لك وصفة المعمول المد بالتمر يا ابتهاج، ان شاء الله تنال اعجابك. وبتمنى من جميع كمان المتابعين انه تعجبهم هيدي الوصفة، واذا عجبتكم يا ريت تكتبولي بالتعليقات انه جربتوها وعجبتكم. يلا حبيب قلبي نروح نشوف الطريقة والمقادير مع بعض. هيدول المكونات اللي بدي استعملهم لعجينة المعمول المد. عندي هون كوبين من السميد الوسط مثل ما شايفين سميد الوسط، وعندي كوب من الطحين، وكلهم استعملتهم بنفس الكوب نفس الحجم يعني مثل ما شايفين. وعندي هون نص كوب من السمن، انا حاطة سمن نباتي بس طعمته طيبة، انتو فيكن تحطوا سمن حيواني طعمته كمان طيبة مثل البقرة الحلوب. وعندي هون نص كوب من السكر بنفس الكوب هيدا زنتو، وعندي هون معلقة صغيرة من المحلب، وعندي هون معلقة صغيرة من الكربونة، وعندي كمان معلقة صغيرة من الخميرة الفورية. وأكيد بدي استعمل الحليب. الحليب حيكون يعني قد ما بعجن يعني حسب الرغبة. هلأ بدي أبدأ بالعجينة. أول شي بدي أعمله بدي أخلط كل المكونات الجافة مع بعضها. عندي هون السميد، كوبين السميد مع كوب الطحين، كمان رح حط الكربونة، ورح حط المحلب، كمان الخميرة، ورح زيد عليهم كمان السكر. هيك صار عنا كل المواد الجافة مع بعضها. ولازم تكون السمنة بدرجة حرارة الغرفة، يعني ما تكون سايحة ابدا، بدرجة حرارة الغرفة مثل ما شايفين. هلأ بس لأخلطهم مظبوط بدي اضيف عليهم السمنة. هلا رح زيد فوق منهم السمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا من بعد ما نزلت السمنة غسلت ايدي مظبوط، وبدي بس السميد والطحين بالسمنة فرك لحتى يتجانسوا كلهم مع بعضهم. واو طلعت ريحة المحلب والسمنة، واو شايفين كيف صاروا. هلا بضلني بفرك فيهم لحد ما يصيروا بهيدا الشكل هيك مفرولين مثل كأني عم بعمل كمان معمول عادي مثل المعمول. راح اعملهم بهاي الطريقة هيك كمان لحتى كل حبة سميد تاخد السمنة. شايفين؟ صار الخليط عندي رطب. هلأ هون حطيت حليب بكباية لعير يعني لشوف قديش رح احتاج. هيدا نص كوب. هلأ رح حط حليب ولم رح حط بعد اكيد بدنا اكتر من نص كوب، وحسب النوع السميد قديش بيشرب مي. شايفين عم لم مش عم بعجن، عم لم. وكمان اللي بيحب طعمة المزهر والموارد كمان بيقدر يضيف من كل نوع معلقة طعام. شايفين بلش يتنلم. هم.
اخذت نصف كوب حليب، بعتقد بدها نتفه صغيره، بعد شوي صغيره. رح زيد بعد شويه حليب مش كتير، شايفين بلشت تطرى، هي ما لازم تكون كتير جامدة ولا كتير طرية، وسط، شايفين أحلاها صارت هيك هيك تمام. هيك روعة. هلأ بعد ما دعكنا العجينة وصارت عنا عجينة متماسكة، شايفين كيف صارت؟ تمام، ما بتلزق كمان، ما بتلزق بالإيد، شايفين ما بتلزق. هلأ رح أتركها من 10 دقايق لربع ساعة ترتاح، بتكون كمان حبة السميد فتحت. هلأ رح أتركها على جنب وبلش ساوي الحشو. هلأ عندي هون أنا 900 جرام تقريبا من التمر المطحون، انا شريته مطحون، انتو فيكن تجيبوا تمر، يعني تمر حب وتطحنوا، حطيت فوق منه تقريبا معلقة ونص من السمنة النباتي او السمنة الحيوانية مثل ما انتو بتحبوا، او مع نتفة زيت كمان فيكن تحطوا. هلأ بدي ادعكها لحتى تصير عجينة مع الزبدة، تختلط مع الزبدة. وهي عجينة التمر صارت جاهزة، شايفين كيف طريت وما بقى مبينة فيها السمنة أو الزبدة أبدا أبدا. هلأ بدي روح للتشكيل. هلأ عندي هون أنا صينية أصغر من الصينية اللي بدي أحط فيها عجينة المعمول، بدي هيدي شكل فيها التمر مثل ما شايفين. رح أحط هلأ عجينة التمر بقلبها، أخذت نص العجينة التمر مش كلها. على ورقة زبدة بشكلها بالصينية يلي أصغر من الصينية اللي بدي أحط فيها عجينة المعمول. هلأ بحطها فيها وبخليها تجي على الأطراف كلياتها متساوية من كل الميلات، تكون متساوية مثل ما شايفين. مثل ما شايفين صار عندي العجينة ممدودة بهاي الطريقة. هلأ بحطها على جنب وبدي مد العجينة الثانية. هاي العجينة من بعد ما ريحتها رح ارجع ادعكها شوي هيك، وبدي اقسمها لقسمين. كمان جبت ورقة زبدة، شوفوا شو بعمل، بجعلكها هيك وبرجع بحطها بالصينية يلي بدي مد فيها العجينة، شايفين ما بتقعد تعذبني. هلأ باخد نص العجينة وبمدها بقلب الصينية. رح مدها مثل ما مديت التمر، كله يكون متساوي، شايفين؟ شايفين كيف مديتها؟ هلأ بشيلها من الصينية وحطها بالبراد لحد ما بدي ارجع حط، بدي ارجع حط هيدي الباقي النص التاني بقلب الصينية وافرده. من بعد ما دهنت الصينية بالسمنة مثل ما شايفين دهنت الاطرافها، هلأ رح حط بقلبها العجينة المتبقية عندي، هاي العجينة. هلأ بدي حطها وبدي طلع الاطرافها لفوق عشان الحشوة ما تحترق عندي بالفرن، شايفين؟ وهي العجينة من بعد ما فردتها بالصينية رح أطبق منها عجينة التمر، شايفين؟ صارت قطع واحدة، شايفين قديش كبرة؟
فيني هيك فيني مدها هيك بهي الطريقة عليها. وهلأ بدي جيب العجينة التانية اللي حطيتها بالبراد عشان ما تسوح، لأنه في بقلبها سمنة زبدة. شايفين كلها بمستوى واحد، شايفين كيف؟ وبعيدة مثل ما شايفين عن الطراف، ما لازم تكون كتير على الطراف. هاي الطريقة. هلأ رح أجيب النص التاني، وهي النص التاني هلأ بدي أحطه عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. هخلي عليها الورقة وتكبسها لحتى تاخد هيك أسرع وأهون بهاي الطريقة. إذا طلع زوايد هلأ منشيلها، شايفين؟ هلأ هيك نكبسها ومنشيل الزوايد أو منخليهم هيك مننزلهم ما بيأثر. بس بالأفضل إنه نشيل الزوايد الزايدة أكتر. هيك صارت تمام. هلا بدنا نشكلها. اول شيء بدي احط لها سمنه على الوجه، احط لها سمنه لتعطيها طعم وشكل وكمان بتطر وجهها. هيك صارت تمام. هلا بحط لها شويه سمنه على الوجه. هلا بدي احط لها شويه سمنه على الوجه مثل ما شايفين هيك. مثل ما قلت لكم لتعطينا لون حلو وطعم وطراوه. هلا بشوكه رح اعملها هيك. شايفين؟ عطت نقشه. هلا بدي قصها. بسم الله الرحمن الرحيم. بهي الطريقه. شايفين؟ برجع بقصها بالعكس. شايفين شكلها بيعقد، شكلها صار غير شكل. هلأ بدي حمل فرن أنا على درجة حرارة 180 وبتتركوها لحد ما تحمر كلياتها. أما إذا اللي ما عنده من فوق ومن تحت بيولعوا مع بعض، بتولعوا من تحت النار وبس تشوفوا طرافة إنه تحمرت، معناتها تحمرت من تحت، بتدوروا الفرن من فوق وبتحمروا وجهها. بس هيدي هي. هلأ رح أخدها على الفرن. وهي بقية عجينة التمر. أبدا ما مكبها، شايفين؟ حطيتها بكيس نايلون وهلأ بسكرها وبحطها بالفريزر لأرجع أعمل مرة تانية شي بالتمر وبستعملها. أبدا ما بكبها، شايفين؟ هلأ بسكرها وبحطها بالفريزر. شوف الروعة، شوف الجمال. هاي صينية المد بالتمر صارت جاهزة، الريحة عبت البيت. ما بخبركن قديش هي ريحتها حلوة. هلا بدنا ننطرها لحد ما تبرد. ما بيصير ابدا نقصها هي وسخنة بتفرط، بدنا ننطرها لتبرد على الاخر بعدين منقصها. هلا رح اغطيها بورقة زبدة بهاي الطريقة. اول شغلة عشان ما يجي عليها شي، وتاني شغلة عشان إذا عرقت ما تنزل لي مي، يعني ما بدي يجي عليها أبدا مي. وهلأ مثل ما شايفين بردت شوي مش كتير. صراحة خايفاني قصة
بس يلا نجرب. عم قصها لتوصل لتحت. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين؟ روعة. واو واو واو. شايفين؟ غير شكل، مع انه سخنة بعدها، بعدها سخنة، بعدها سخنة. روعة. شايفين قلبها؟ غير شكل. شوفوا منظرها، بشهي ريحتها، غير شكل. شايفين؟ حتى طرية كمان. شايفين؟ مع انها لسه ما بردت وشلتها، وشوفوا كيف متماسكة، بس كتير طرية، يعني كأنكم هلأ شارينها من المحل. وشايفين التعليمة تعيتها، الرسمة غير شكل طالعة. أكيد بتتقدم بالمناسبات، بتتقدم برمضان، بتتقدم لحدا، إذا حدا جاييكم مثلا قالوا لكم جايين وما في عندكم وقت تساووا شي، فيكم تعملوا هيدي الوصفة دغري، بتخلص سريعة وسهلة وما بدها شي، كتير طيبة. وهلأ بدي ذوق معكم، أرجيكم كيف طراوتها. شايفين قد هي طرية، وشايفين ال ال العجوة قديش بقلبها طرية، روعة. هلا رح دوق. روعة والله، روعة. شوفوا شوفوا قد هي طرية، بتفت فت، غير شكل. لا تقاوم. وهيك حبايب قلبي وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى يكون نال اعجابكم، واذا عجبكم يا ريت تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. بتشكركم كتير على المتابعة، والى اللقاء بفيديو جديد. باي باي.